هذا الاجتماع شارك بجميع الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية والأهلية، وذلك للتعرف على الأساليب التي راح يقوم بها فريق الأزمات في مدينة كلبة ومنطقة وادي الحلو وأيضا منطقة النحوة ومنطقة شيص. كذلك أيضا الاستمرار في تقديم الخدمات الاجتماعية بالنسبة لإدارة الخدمات الاجتماعية والجمعية الخيرية لإمارة الشارقة بتقديم الدعم العلاجي والأطقم الطبية والتغذية، الاستمرار في أيضا تنظيف منطقة دحيات ومنطقة صناعية ومنطقة قريبة من نادي اتحاد كلبة، وأيضا مغيدر الاستمرار في تنظيفها، وبخاصة الحقيقة منطقة البؤرة الأساسية هي منطقة الدحيات. أوجه رسالة كذلك للأخوة اللي هم يستخدمون الميديا، أرجو أنهم يستخدموا هذا الميديا بكلمات يعني إيجابية، كلمات تؤدي إلى توجيه الناس وإرشادهم وحثهم على تعاون. في نهاية حديثي أحب أن أوجه يعني كلمة شكر وتقدير لجميع الجهات الحكومية الرسمية والأهلية التي قامت بمجهودات كبيرة في مدينة كلبة وغيرها من المناطق اللي هي منطقة وادي الحلو ومنطقة الشيص ومنطقة النحوة وأيضا في مدينة الذيد على الجهود المخلصة في مواجهة هذه الأزمة وهذه الحالة المناخية بكل اقتدار وبكل جدارة، وحققوا الحقيقة نتائج إيجابية كبيرة. اللهم نحن في مدينة كلبة بقت علينا هذه منطقة واحدة اللي هي منطقة الدحيات، وإن شاء الله راح نتغلب عليها بإذن الله تعالى.